لا تو حاليا يخليه في دي شابتال، دي شابتال تسموه كونابل دي شابتال دي كريز، قاعد يخرج ولو حتى ما وصلش الريفورم نتاعها قاعد يخرج باش ينقص، لانها اللي مش تاكلوا اكثر مش تنجو. الفلاح يفرط في القطيع قاعد العلف غالي برشا، تو القرط ب 20 دينار. تفريط في القطيع؟ تفريط كبير، ثم تفريط كبير في القطيع، تفريط كبير، وتو حاليا يعني الريبيركسيون تاعو راه ما تحسش تو تو عندنا الحمر خيس في باش ب 35000. يعني من بعد وقت العباد اللي خاطر تزز وتخرج تزز وتخرج وتقلص في القطيع يفوق كونتي بعد 6 شهور 7 شهور وين تمش تلقى اللحم. قداش وصل الصوم تتوقعوا؟ نقول لك يعني بعد العيد بعد منا 6 شهور جانفي مش يوصل 50000 الكيلو بقري ولا كيلو علوش.